طيب محمد صلاح، بما انك جبت سيره محمد صلاح، محمد صلاح وارقامه القياسيه الجديده الحقيقه واقترابه من تحطيم الارقام الافارقه في البريمير ليج وفي البطولات الكبرى، حضرتك شايف اللي بيعمله محمد صلاح ده ازاي؟ هو ما عادش مفاجاه بالنسبه لنا. اه احنا ليه بنتفاجئ احنا كمصريين ان احنا عندنا لعيب من احسن لعيبه العالم في الوقت الحالي؟ ما ينقص محمد صلاح هو الفوز، هو الوجود على الستيج كافضل لاعب في العالم. مظبوط. محمد صلاح طبعا يعني هي الهاله الاعلاميه اللي موجوده لبعض اللاعبين الكبار زي ليونيل ميسي مع احترامي وتقديري من اللاعب، طبعا من اللعيبه الابزاز اللي ما جوش في التاريخ من اخر 20 سنه، ونفس الموضوع كريستيانو رونالدو، المنافسه الكبيره جدا، ولكن السبونسرز ووكلاء اللاعبين اللي متواجدين بالنسبه للاثنين والانديه اللي بيلعبوا فيها كان لها دور كبير جدا، وبالتالي ما ينقص محمد صلاح في التوقيت الحالي انا ما عادش بفوز بالارقام القياسيه، يعني محمد حقق كل الارقام القياسيه وعلى مقربه كبيره جدا من ديدي دروجبا، واحد من اللاعبين الابزاز بالنسبه للكره الافريقيه على مستوى اوروبا. كل ما انتظره من محمد صلاح هو ان يكون افضل لاعب في العالم او افضل لاعب في اوروبا على الستيج، وهذا مش بعيد يعني، ده حاجه قريبه جدا جدا، بس احنا علينا كمصريين ان احنا نصدق، علينا كمصريين عندما يخرج محمد صلاح في مباراه مع المنتخب المصري ما نتعلقوش السكاكين، ان مهما كان ده لعيب كبير ووارد ان يكون في يوم او مش في يومه، ولكن انا بالنسبه لي مش مفاجئ يعني محمد صلاح اللي بيعمله، انا كنت على مقربه كبيره جدا من محمد صلاح ايام ما كان في روما، وكنت بتكلم مع احد الاصدقاء لان لوشانو سباليتي مدير فريق روما في التوقيت ده كان يعني هو صديق شخصي ليه، ايوه، وكنت اعلم التعامل مع محمد صلاح ازاي، وواحد من الاسباب الرئيسيه اللي طورت شكل محمد صلاح على المستوى التكنيكي، وده خلى محمد صلاح احد من افضل لعيبه في العالم في الوقت الحالي، فبالتالي المفاجاه بالنسبه لي ان مش محمد صلاح بيعمل من الارقام القياسيه، انا اتمنى ان يكون على الستيج، واتمنى كمان ان يكون في اقرب فرصه ويكون نادي ليفربول عليه دور كبير جدا، لان برشلونه في اوقات كبيره. قبل الحقيقه ما اروح لنادي ليفربول يا كابتن، انت انا عارف الموضوع ده كويس، ان انت كنت واحد من اهم العوامل الرئيسيه في نجاح محمد صلاح في ايطاليا بسبب قعدتك وقعدتك الكتيره مع محمد، وان انت عارف حاجات كتيره جدا في الدوري الايطالي واصدقاء كثيره جدا في الدوري الايطالي، ودي كانت البدايه اعتقد في التالق الكبير والشديد لمحمد صلاح. اول الحمد لله طبعا محمد صلاح شخص دمس الخلق، شخص بيسمع لناس كتير جدا، بيتكلم مع ناس كتير جدا، بيطور من نفسه، النجاح بتاع ربنا في المقام الاول طبعا، النجاح بتاع محمد صلاح في المرحله الثانيه، ان هو اللي حاول يطور بنفسه، هو اللي حاول يسمع كلام المدربين واشتغل على نفسه كويس جدا بعد التدريب وبعد المباريات، وده نجحه ان يكون بالشكل دوت. بس النقطه الاخيره بالنسبه لان هو يكون على الستيج، اتمنى يكون لليفربول دور، لان ريال مدريد صح كان يتحكم في وقت من الاوقات في الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي، وبالتالي كنا بنشوف لعيبه بتكسب افضل لاعب في العالم وهي ما كانتش الافضل. مظبوط بالظبط، لان الالقاب لها دور كبير جدا، فاتمنى يكون ليفربول له دور كبير جدا، والوكيل بتاع صلاح يكون له دور كبير داخل الاتحاد الدولي وداخل الاتحاد الاوروبي لمصلحه صلاح ولمصلحه الكره المصريه. قرار كارلوس كيروش بمنح محمد صلاح الشاره طول ما هو موجود، ايه رايك في هذا القرار، ولا حضرتك مع الاقدميه؟ والله انا بالنسبه لي دي اخر اهتمامات يا كابتن، يعني انت راجل لعيب كوره وقعدت في المنتخبات وقعدت كمان مع النادي الاهلي ومع النادي الاسماعيلي وانديه كتيره جدا جدا لعبت فيها، انما الفكره كلها انا مع الاكثر اداره او الاكثر تواجد او الاكثر تاثير على اللعيبه، مين الاكثر تاثير في الوقت الحالي هو محمد صلاح بالنسبه لكل اللاعبين، الايقونه بتاعه اللاعبين الموجودين، واي لاعب موجود في المنتخب المصري او بره المنتخب المصري بيلعب في الكره المصريه او محترف خارجي مصري يتمنى يكون بجانب محمد صلاح، ومحمد صلاح بالتالي الاكثر تاثير في التوقيت الحالي هو محمد صلاح، هو ده دوره في الفتره دي، وبالتالي اختيار كارلوس كروش او كابتن حسام البدري او الناس اللي موجودين ان صلاح يكون هو الكابتن، اعتقد ان ده امر جيد جدا بالنسبه لينا وبالنسبه كمان للجمهور وبالنسبه للعيبه المنتخب المصري.